وبركاته، يعطيكم العافية. نبدأ معكم المحاضرة الأولى من Chapter 1 الغير متزامنة. تحدثنا عن Significant Figures في محاضرتنا السابقة. راح نتحدث في هذه المحاضرة على استخدام Significant Figures في حالة الكالكوليشنز. فعملية Significant Figures بواجهنا مشكلة، كيف ممكن نعرف نحط significant figures بعد عمليات الـ calculations. الـ calculating the final results of various type of measurements usually involves اللي هي عمليات الـ calculations تشمل اللي هي multiplying عمليات الضرب، dividing عمليات القسمة، adding عمليات الجمع، و subtracting عمليات الطرح. فتشمل هاي العمليات الأربعة. حطيت العمليتين الأولتين اللي هما الضرب والقسمة باللون واحد لأنه نفس الطريقة في التعامل، بينما الجمع والطرح تعاملهم اللي هو متشابه ولكن مختلف عن عمليات الضرب والقسمة في حالة اللي هو قواعد اللي هو الحفاظ على significant figures. راح نشوفهم إن شاء الله بحيث إنه نحصل على correct significant figures أثناء هذه العمليات. الآن بالنسبة لحساب الـ significant figures في حالات الـ multiplications والـ division، في هذه الحالات عادة answers are rounded to the number of digits that correspond to the least number of significant figures in any of the numbers used in the calculations. يعني في عمليات الضرب والقسمة بتطلع على الـ significant figures للأرقام اللي بتعملهم العمليات هذه، بشوف أقلهم هو اللي راح ينطبق على الإجابة، هو اللي راح ينطبق على الإجابة. فعشان هيك دائما اللي هو least precise measurement هي اللي بتتحكم في significant figures أثناء عملية الكالكوليشن. الآن بالنسبة للعمليات اللي هي الجمع والطرح، The answers are rounded to the least significant decimal place. اللي هو بنطلع على اللي هو decimals بعد البوينت كم، فالأقل هي اللي راح نعتمدها في الإجابة الأخيرة أثناء عمليات الجمع وأثناء عمليات الطرح. فعادة the same number of decimals places as the least precise measurement is used in the calculation. الجمع والطرح. الآن بالنسبة للmultiplications والdivisions، خلينا نشوف كيف منطبق. عندي على سبيل المثال the same، حكينا احنا انه بنستخدم اللي هو least precise measurement في انه هي اللي بتحدد significant figures، فعلى هذا الأساس نأخذ هذا المثال. عندي هنا اللي هو ضربنا هذا الرقم بهذا الرقم، ضربنا هذا الرقم بهذا الرقم، أعطاني هاي الإجابة. لاحظوا هنا في أعداد كثيرة، إحنا الآن بنحط الإجابة بحيث إنه تحتوي على العدد الصحيح من الـ significant figures. هنا لو جينا اطلعنا هذا في اللي هو 1 2 3 4 5 significant figures، هذا في 1 2 3 significant figures. فبناء على القاعدة الثلاثة significant figures هي اللي راح تطبق، وهذا ما راح يأثر في الفاينل ريزلت، فهذا راح يكون في اللي هو ثلاثة significant figures، فالرقم لحد السبعة، وانتبهوا بعد السبعة في تسعة، وزي ما راح تشوفوا في عملية الراوندينج التسعة بتيجي مع السبعة فبتصير 13.8. يعني معناته زي ما حكينا هذا في خمسة وهذا في ثلاثة، فهو الثلاثة هو least precise. على هذا الأساس الإجابة لازم تكون ثلاثة significant figures، فالإجابة راح تكون 13.8 only. الآن بالنسبة لعمليات الضرب زي ما حكينا والقسمة، الآن هذه قسمة، فهذا عندي لو قسمت هذا الرقم اللي هو 5 على 2.609، لاحظوا راح يطلع عندي رقم بهذا الطول، شوف هذا الرقم طويل. فبناء على القاعدة احنا هنا عندي 1 2 significant figures، هنا 1 2 3 4 significant figures، فمعناته الإجابة راح تكون 2 significant figures. ف
زي ما انتم شايفين هنا 2 significant figures، هنا 4 significant figures. فال least precise measurement هو اللي فيها 2 significant figures، فالإجابة لازم تكون 2 significant figures، فراح تكون الإجابة 1.9. الآن بالنسبة اللي هو عمليات الجمع والطرح، زي ما انتم شايفين هنا العمليات الجمع والطرح، نتطلع في عمليات الضرب والقسمة نتطلع على number of significant figures، في عمليات الجمع والطرح نتطلع على number of decimals. راح نشوف المثال هذا. عندي هنا هذا الرقم اللي هو سبق شفنا رقم زيه السابق اللي هو بهذا الشكل، وعندي هذا الرقم بهذا الشكل. الإجابة طلعت عندي هاي الإجابة. الآن بالنسبة لعمليات الجمع والطرح نتطلع على الديسيمالز، هنا في 4 ديسيمالز وفي هنا 2 ديسيمالز، فالإجابة هنا طلعت 4، فلازم نحولها لأقلهم اللي هو 2 ديسيمالز. فعندي هنا 4 وهنا عندي 2، فالإجابة لازم تكون فيها 2 ديسيمالز، فبتكون 8.1. هنا عندي 6، فالستة راح تكون في الراوندنج، راح بالكم 6 أعلى من الخمسة أو 5 وأعلى، ف بتصير 8.11. الآن خلينا نشوف هذا المثال. الآن هذا المثال عندي هذا كم significant figures، هذا في الآن هذه ضرب، فالضرب عادة نطلع على significant figures، فعندي هنا 3، عندي هنا 5، وعندي هنا 2 significant figures، فالإجابة لازم تكون بناء على الأقل، والأقل هو 2، فهنا كان 3، هنا 5، هنا 2، فالإجابة لازم تكون 2 significant figures، فعلى هذا الأساس هذا الرقم بيصير عندي 45 اللي هو 2 significant figures. الآن لو كانت عندي هذه العملية، لاحظوا هنا في ضرب وقسمة، الضرب والقسمة ما بيختلفوا نفس الشيء، نطلع على أقلهم significant figures، فواضح هنا إنه significant figures الأقل اللي هو هنا 2 وهنا 2، فبدها تكون الإجابة فيها 2 significant figures. بناء على هذا الرقم اللي هو 0.067556، فحتى تكون هذه 2 significant figures ف 0.067 وهنا 5، فبتصير هذه 8 حتى يصير 2 significant figures، فبتصير 0.068. وراح نشوف ان شاء الله لما ناخذ scientific notation هذا الرقم راح يصير 6.8 10 to the power minus 2. هذا هنا 3، هنا 2، هنا 5، هنا 2، فالإجابة لازم تكون 2 significant figures. الآن هذه عملية جمع، في الجمع نطلع على الديسيمالز، هنا 2 ديسيمالز، هنا 3 ديسيمالز، هنا 3 ديسيمالز، الإجابة هنا 3 ديسيمالز، أقلهم 2 ديسيمالز اللي هو هذا، فالإجابة لازم تكون 2 ديسيمالز، هنا 2، هنا 3 ديسيمالز، هنا 3 ديسيمالز، فالإجابة لازم تكون 2 ديسيمالز. عندي هذه الإجابة اللي هي 9.21. نفس الشيء بالنسبة للطرح، عندي هنا 3 وعندي هنا 1 وعندي هنا 2، فالإجابة لازم تكون 1 decimals، فهذه بتتقرب ل اللي هي 0.9. أنا عندي 3، عندي هنا 1 وعندي هنا 2، فالإجابة لازم تكون 1 decimals في عمليات اللي هو الجمع والطرح. بالنسبة لو كان عندي جمع وطرح وقسمة في نفس الوقت، فهنا بنيجي على الترتيب اللي هو أول شيء البين أقواس، عمليات البين أقواس هي اللي بنسويها أول شيء، بعدين تيجي عمليات الضرب والقسمة، بعدين تيجي عمليات الجمع والطرح. يعني لو أخذنا هذا المثال، أول شيء بسوي اللي بين قوسين، بعدين بسوي عملية الضرب، سوي عملية الضرب. الآن لازم ننتبه دائما التقريب بنخليه للآخر، التقريب بنخليه للآخر. فأول شيء هنا بالنسبة للي بين قوسين، هنا 1 ديسيمال 2 وهنا 1 ديسيمال، فالإجابة لازم تكون 1 ديسيمال. أنا ما بحط الإجابة بداية فيها 1 ديسيمال، بخليها يعني الآن هذه اللي هي الرقم اللي هو 4 significant figures بخليه، وهنا الإجابة زي ما حكينا راح تكون 1 ديسيمال، فحتى أتذكر فبحط خط تحت الواحد على أساس إن الإجابة لازم تكون 1 ديسيمال. فبناء على الخط هذا الموجود عندي هنا، فهذا الرقم فيه 4 significant figures، وبناء على اللي هو الديسيمال هذه اللي هنا، فهذا بده يكون فيه 2 significant figures، فمعناته الإجابة بده يكون فيها 2 significant figures. وبهيك بنكون شرحنا عمليات
الجمع والطرح والقسمة والضرب تأثيرها على significant figures. حاولوا تتمرنوا على أمثلة في الكتاب، وحاولوا تتدربوا على حل أسئلة كثيرة حتى تعرفوا كيف تستخدموا هذه الطريقة. وأي مشكلة أو أي شيء ما فهمتوه أو أي شيء وجدتوا فيه إشكالية، رجع مراجعتي. يعطيكم ألف عافية.